إذن مرحبا بكم معنا، أجيو مع الخبراء مع المختصون مع الأطباء، يعطونا الحكمة ويعطونا المعرفة ويعطونا المعلومة. أنتم كأمهات كأولياء أمور كتحرصوا على سلامة وصحة وليداتكم، اليوم غادي نتحدثوا على موضوع مهم جدا، التلقيح وأهميته عند صحة وليداتنا. فبالتلقيح كنقدروا نحمي وليداتنا من بزاف ديال الأمراض الفتاكة. الحمد لله أن وزارة الصحة ودولتنا الحمد لله كتقوم بمجهود كبير وجبار في هذا الموضوع ديال التلقيح، ولكن رغم ذلك كاين بزاف ديال الحويجات خصنا نذكروا لهم وخصنا نتحدثوا فيهم وخصنا نوعوا بهم المواطن العادي. شنو الفرق ما بين التلقيح ديال الدوله والتلقيح الخاص؟ شنو هي الاضافات؟ شنو الاهميه ديال الحمايه الجماعيه والحمايه الفرديه ديال وليداتنا؟ كذلك شنو هي اهم الامراض الفتاكه اللي ما تتاخذش ربما في يعني في تب العام او مثلا في ديال الحومه؟ غادي نقدروا كذلك نحاولوا نتحدثوا عليهم رفقه الدكتور اكيد اللي كنشكروا على تلبيه دعوه برنامج لاله فاطمه واللي كينورنا كعادته كيف العاده. توحشكم بزاف ديال الامهات دكتور عفيفي مولاي سعيد. صباح النور. صباح النور وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشعبان ورمضان إن شاء الله مقبل علينا مبارك علينا وعلى جميع المسلمين والمؤمنين، وبالصحة والعافية إن شاء الله. هذا الموضوع هذا اللي اخترته اليوم هو موضوع مهم لحقاش أي دولة وخصوصا الدول اللي في طريق النمو، الوقاية خير من العلاج، وهنا الوقاية تتجسد بواحد الطريقة كبيرة لحقاش إلى خدينا مثلا من الناس اللي سميتو كنا تنشوفو قبل الناس اللي عندهم مصابين بالشلل، الوركو دابا من ما تسجلات حتى شي حالة ديال شلل الأطفال منذ 1987، وهذا مهم بالنسبة للدولة بحال بلادنا المغرب، وهذا بفضل المجهودات اللي تتقوم بها الدولة وبفضل حك حنا. المهم هو لو طو دو كوفرتور ديال لا فاكسيناسيون، شحال تتهم ديال الأطفال. وخصنا نعرفوا بأنه في الدولة في المغرب تتقوم بواحد المجهود كبير لحقاش ما نشوفوش عند الدار البيضاء والرباط، نشوفوا المناطق النائية اللي تيكونوا فيها ممرضين متنقلين واللي تيطلعوا في الجبال واللي تيلقحوا الأطفال حتى في الجبال. الحمد لله تغطية شاملة في مختلف مناطق بلادنا، تغطية شاملة فايتة 95%. هذا الشيء هو اللي تيخلينا أننا نكونوا بهاد لو طو دو كوفرتور الكبير، اللي خلانا اننا مثلا ما نبقاوش نشوفوا مرض بحال الشلل، ولا خدينا امراض اخرى بحال المننجيت ايموفيلوس تنشوفوا بانهم فاش بدات الحكومه والدوله تتلقح ما بقاش هاد المشكل نقص بزاف. ثانيا حاجه اخرى اللي هي بوحمرون دارت واحد الحمله كبيره اللي همات من الاطفال من الولاده حتى 19 عام، اللي همات 11 مليون نسمه، وهذا مهم اللي قصدوا هذه الحمله. ووزاره الصحه ايضا بصدد انها تدير حمله مقبله بالنسبه لسميتو بالنسبة للمغاربة اللي تتروح السن ديالهم من 19 إلى 30 سنة. إذن هذا موضوع مهم بالنسبة للتلقيح الجماعي، وما يمكننا نتهنوا من أي مرض إلا ما كان التلقيح الجماعي. ولكن كأطباء ديال الأطفال ما ننسوش أنه كاين اللقاح الفردي اللي تيكون في عند الأطباء الأطفال الخواص، وهذا اللقاح كأطباء ديال الأطفال من المفروض علينا أنه فاش تكون عندنا أم أننا نقول لها اللقاحات اللي كاينين وها اللقاحات اللي يمكن لها تدير. يعني هادشي السؤال اللي كان غادي كنت غنطرحو عليك دكتور عفيفي، يعني واش هاد اللقاح اللي تناخذوهم في الدولة كافيين بالنسبة لوليداتنا ولا كاين شي إضافات أخرين؟ لا اللقاحات هما مهمين، ماشي القضية ديال كافيين. حنا الدولة
المغربية هي أنا هي أنت هي كنا. إذن هادو المصاريف ديال هاد اللقاحات راه مصاريف اللي تتحملهم الدولة, إذن اللي تتحملهم المجتمع. ما يمكنناش نطلبوا للدولة شي حاجة اللي أكثر من الطاقة ديالها. وإحنا خصك تعرف بأنه مثلا دولة كالمغرب راه تنعطوا لقاحات اللي مثلا دولة اللي هي بالجوار ديالنا اللي هي الجزائر اللي عندها إمكانيات أكثر منا اللي ما تديرهمش. ألوركو إحنا تنعطيهم الأطفال ديال المغرب. وهنا ممكن هاد الشيء يزيدنا فخر الحمد لله بالدولة ديالنا وبالمجهودات اللي تتقوم بهم الدولة ديالنا رغم قلة الإمكانيات. وخصنا نعرفوا بأنه ولا عندنا الجدول ديال اللقاحات لو كالوندري فاكسينال ديالنا راه تيضاهي جدول ديال الدول المتقدمه والناميه الحمد لله. فهادشي تيطمنا كما قلنا دكتور عفيفي, وحنا معاكم ديما مستمعاتي مستمعينا ديما مستعدين لكل اسئلتكم خصوصا حول هذا الموضوع, موضوع ديال التلقيح والاهميه ديالو عند وليداتنا. كذلك غادي نحاولوا نتحدثوا على الحمايه الجماعيه والحمايه الفرديه فين كاين الاختلاف. بعض الامراض اللي هي فتاك الحمد لله ان كاين نقص كبير عند وليداتنا, مابقيناش كنشوفوا هذه الحالات او نعد ما تقع لا بغينا نقولوا ياك. وايضا كاين بعض الانواع اللي رغم ان بساطتها يعني مرض يقدر يكون بسيط ولكن الا ما خديناش الاحتياطات اللازمه ديالو اولا التلقيح ديالو الفعال فيقدر يعطي بعض التاثيرات اللي حنا كامهات نقدروا نخافوا على وليداتنا. هادو كلهم امور غادي نحاولوا نجاوبوا عليها بعد الفصل الاشاري. وديما تنذكر لكل من حب انه يتواصل معنا ارقامنا المباشره المفتوحه اللي هي الراهن الاشاره ديالكم 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. كيف ما ممكن كذلك تفعلوا معنا وتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك على صفحتنا الرسميه لاذاعتكم ام اف ام لاباج اوفيسيال ام اف ام, او كذلك مجله لالا فاطمه ما كاين حتى مشكل مرحبا, او كذلك اللي كتواصلوا معنا عن طريق الانترنت راديو ام اف ام بوان ام ا او كذلك لالا فاطمه بوان نت. هادو كلهم طرق كتقربكم دائما كنتوا قرب او بعد من اذاعتكم ام اف ام اذاعه كل مغاربه. راجعين بعد فصل اشاري قصير غادي نستقبلوا مكالماتكم اللي حبيتوا تواصلوا معنا ونقراو كذلك المساجات ديالكم. إذن مع الدكتور عفيفي مولاي سعيد أخصائي طب أطفال اليوم كنتحدثوا على أهمية التلقيح وتنحدثوا كذلك على الفرق ما بين قلنا التلقيح اللي كيكون جماعي والتلقيح الفردي. أيضا دكتور عفيفي الفرق بيناتهم شنو هي الضرورة اللي كيخلينا أن احنا مثلا فعود ما نعملوا تلقيح جماعي نديروا كذلك حتى التلقيح الفردي, شنو هي الأنواع ديال التلقيحات؟ بالنسبة للتلقيح الجماعي راه قلت بأنه الدولة تتقوم بواحد المجهود جبار اللي هي مشكورة عليه. وحنا تنعرفوا بأنه في الدستور ديالنا تيقول كاين الحق في الصحة للجميع. وإذن من هذا المنطلق فالدولة ديالنا والحكومة ديال صاحب الجلالة نصره الله قامت بواحد المجهود كبير لحقاش عطات لجميع الأطفال كما كانوا باش أنهم يكون عندهم التلقيح مجانا فالمستوصفات. ولكن اللي خصنا نعرفه أنه الدولة ممكن لهاش تحمل واحد العبء كبير, ولهذا احنا تنطالبوا من هذا المنبر أنهم الناس اللي عندهم تغطية صحية خصهم الدولة تضغط عن طريق, وهنا نقول يعني من هذا المنبر أنه المدير ديال الوكالة ديال التأمين واعي بهذا المشكل والوزارة الصحة واعية بهذا المشكل. لحقاش نعرفوا بأنه النظام ديال التغطية الإجباري وصلنا 34% مثلا عندنا احنا 600 ألف نسمة في العام, إذن خص الدولة تشري غير 400 ألف. انا بغيت نعرف واحد الحاجه دكتور عفيفي فاش نتي هذه النقطه الله يعطيك عليها الخير, انا الحاجه اللي ما بغيتش نفهمها علاش تلقح ما تيدخلش كذلك في قضيه ديال التعويضات ديال لا خصو يكون التعويض بحال كان هذاك التلقيح تنديروه غير بغينا نترفعوا على راسنا وغير التعويض ديال التلقيح لحقاش داخل في الوقايه خصو يكون التعويض ديال التلقيح 100%. ولكن باش ما نتقلوش ثاني الكاهين ديال لا سينيسيس ولا كنوبس خاص المصنعين ديال هاد اللقاحات ينزلوا من الثمن ديال التلقيح وان كونتر بارتي هاد سميتو لا كنوبس ولا سينيسيس طلع التعويض على التلقيح 100%. اذا ديك الساعه غتولي الدوله تتشري غير 400 ألف ما تتشريش 600 ألف, كاينه 200 ألف غادي دير التلقيح
في القطاع الخاص. المهم المواطنين ما تفهموش هذه القضيه ديالك اباء يمشيو حتى تلقح لوليداتهم ما تتعوضوا شيء باش يكونوا لا خصهم يتعوضوا حيت دابا الدوله تقول لك انت اللي بغيتي تمشي مثلا عند طبيب خاص لا الدوله خص يتعوض تنقولوها وتنعاودوها خص يكون تعويض 100% باش الناس باش بهادوك الفلوس اللي غادي يشيطوا انه الدوله غدا تشري مثلا اللقاح ديال سرطان عنق الرحم صحيح. دوك مزيان حيت حنا بغينا حيت النظام ديال التغطيه راه نظام اللي شي تيعاون شي راه ما يمكنش باش هذاك اللي ما عندوش تيعاونوا اللي عنده باش يمكن كل شيء ولا كنا كل شيء مزيان وكل شيء صحيح كل شيء صحيح الدوله ديالنا والشعب ديالنا تزيد قدام ما يمكنش الدوله تزيد بناس مرض خصنا نكونوا في كامل الصحة وحنا تنعرفوا بأنه المستقبل ديال أي بلاد هو الأطفال كيبدا من الصحة والوليدات صح هذا موضوع مهم بزاف إذن هذا الكنز ديالنا اللي هو الأطفال ديالنا خصنا نحافظوا عليهم وخصنا نوجدوا لهم باش يكونوا بصحة تامة وخصنا نعرفوا بانه فاش يكون مثلا منينجيت لي كومبليكاسيون ديالها انه ما يسمعش انه الله يستر يبقى ديفيسيت داكشي تدير لك واحد الطفل اللي عنده واحد الاعاقه اللي تيولي التكاليف ديالو كبار بالنسبه كتقل كهالدوله والاسره والاسره الى اخره اذا هنا تنديروا شويه ديال الصحه مبنيه في اي هذاك على الوقايه على الوقايه اذا الا كانت مبنيه على الوقايه اول حاجه بالنسبه للوقايه هي التلقيح لحقاش كما قلنا ما بقيناش نشوفوا الشلل الوغ كو تنعرفوا شنو المشاكل دابا مثلا الاسهال فاش دخل ديال الروتا فيروس ما بقاوش الدراري تيتوسبيتاليزاو الا تيتوسبيتاليزا راه مو ما تمشيش الخدمه راه باه ما يمشيش الخدمه اذا راه داكشي علاش الفاكسان مثلا ديال الزكام ديال لاغريب تي يديروه الشركات باش المستخدمين ديالهم ما واخا دكتور عفيفي انا كنعرفوا التلقيحات الاساسيه والضروريه المهمه اللي تتخد اكيد عند الوليدات في واحد الجدول معين تركزوا فقط على الامراض الفتاكه الخطيره اللي باقي حنا كنجاهدوا تنتقاتوا باش نقضوا عليها ولكن كاين بعض الامراض اللي هي بسيطه فهنا في نظرنا بسيطه ولكن كاين عندها مضاعفات هي كبيره نعطيك مثال بوشويكه مثلا كنعرفوا ان موضوع سهل بسيط مرض عادي يقدر مثلا يدوز يعني مرور الكرام ولكن إلا ما عالجناش أو خدينا للتلقيح الأساسي ديالو يقدر يعطي مضاعفات على بشرة الوليد ديالي لأن من بعد من غيكبر غبقى يعاتبني عليها طول حياته علاش ماما ما رديتيش البال فهادو أمور واش كاين تلقيح للبال لا هنا فين شرتي لواحد القضية مهمة اللي هنا وضعتي نقاط على الحروب بالنسبة للفرق ما بين التلقيح الفردي والتلقيح الجماعي فاش نهضروا على التلقيح الفردي تتجي انت كأم واش كاين شي حاجه حيت تسمعي كاين شي حاجه ضد كاين شي جلبه ضد بوشويكه كاينه 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 تنقولوا هاد الجلبه ضد بوشويكه كاينه ها شحال الثمن ديالها تتشوفي بانه الثمن ديالها الا جات الولد بوشويكه راك غادي ديري لا كونسلطاسيون ديرها وغتشري الدواء والمتاعب وداكشي اذا انت سوا اكثر من هذيك الجلبه إيه. خففتي عليا بالعكس الا عطيتينا هذه النصيحه قلتي لك انت الحق انا هذا انا ولكن نقول لك بالنسبه كطبيب الاطفال ها اللي كاين مثلا اذا كانت عندك بنت تنقول لك راه كاين اللقاح ديال سرطان عنق الرحم وراه تيدار في 11 العام تيدا من 11 عام نقدر ندير الا درتي من 11 عام حتى 14 عام تدير غير جوج ديال اللقاحات واحد في الشهر الاول وست شهور من بعد وهذه الناس كامله ما عرفاش هذه القضيه وهذه بالفضل الجهود ديال لا فونداسيون ديال سلمى لحمايه السرطان وهنا تنشكروا الاميره الجليله على كاع المجهودات اللي تقوم بهم بالنسبه لهذه الامراض الفتاكه الشركه نقصات من الثمن ديال تدرس بترات العاديه لا ما تدرش الشركه نقصات من الثمن ديال الفاكسين ديالها اللي كان تيسوى 1500 درهم واللي دابا تيسوى 400 درهم اذا هذا مهم وخصنا غير جوج هذا حتى هو مهم كاين فاكسين ودابا حنا في الصيف وداكشي وكاين يقدر يكون لا مينانجيت كاين واحد الفاكسين اللي ديال لا مينانجيت اللي يلاه خرج اللي فيه
ACYW135 ربعة ديال الأنواع ديال المننجيت. هذا تيدار مثلا خصوصا عند الناس اللي تبغوا يمشيوا للحج اوبليغاتوار خصو الود كاين لا كونسونطراسيون ديال الناس، ولكن انت غادي تسوليني واش كاين، غنقول لك راه كاين وعندك حقك باش ديريه للطفل ديالك وتتهني من هذا الموضوع. هنا اولي الامور العاديين دكتور عفيفي، هنا فين كنقولوا ان ضروري الرساله الاعلاميه توصل لورا، الواحد ما عارفش انا ما كاينش توعيه ما عارفش، ولكنني هنا الا كان كل شيء عارف ما غاديش يكون الدور ديال مثلا لالا فاطمه الصباحيه. الحمد لله كاين لالا فاطمه، الحمد لله. طيب دكتور عفيفي، احنا بعدا غادي نمشيو ناخذ مكالمات المستمعين لان فعلا عندهم فضول كبير باغيين يعرفوا ويطمئنوا على صحه وليداتهم. دائما على ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. نمشيو ناخذ اول اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا سيدي، صباح النور. صباح الخير، شكرا على الضيافه ديال الدكتور. الله يبارك فيك. فيك مرحبا بك سيدي. هذا واش الحقيقه وليداتنا راه اهم حاجه في الدنيا. ها اللي قلنا شتي هذا هو المهم. والله العظيم الا ما كنسمعوا بحال لي زانفورماسيون راه ما الصراحه مهمين بزاف. ربي يخليك سيدي، مرحبا بك. هذا هدفنا هو نوصل لكم معلومه. مرحبا بك، تفضل سيدي. شنو السؤال ديالك؟ بارك الله فيك. نسول الدكتور، عندي واحد بنيته وباغي نصاوب لها واحد لي فاكسان بريفي، غير هو كاين شي اخوان كيحضروا تيقول لها ودي راه خصك تبازع على لاج ديالها، ماشي غير اجي ودير راح تسكنين لي فاكسان لي بحال دابا ديال بوشويكه انا باغي نديرها لها، ولكن تيقول لي خليها تدير 5 سنين. دابا عندي البنت انا عندها 3 سنين. واش زعما واش ضروري خصني نحترم يعني هاد المساله ديال لاج؟ هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم، يعني واش نحترموا الجدول ديالنا على حسب العمر ديال الطفل، ولا مثلا انا بغيت نحمي ولدي قبل الوقت نديروا له قبل الوقت؟ واخا قبل الوقت الله يجزيك الخير. اختي انا ماشي مشكل، عندك شي عاوتاني يعطيني العكس، يعطيك تاثيرات عكسيه. واخا جد على لاج ديالها ولا شي حاجه ونولي في مشكل اخر. ما كاين حتى مشكل. ذكرني سيدي غير بالاسم كريم الا سمحتي والمدينه. هذا سي محمد من مدينه سالا. من مدينه سالا، مرحبا بالناس تسلا. شكرا لك محمد لهلا يخطيك، شكرا لك، خليك معنا في الاستماع كي دكتور عفيف غادي يجاوبك. ناخذ مكالمه اخرى دائما على ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. هذا سؤال مهم طرحه لنا سي محمد من سالا، تقول لك واش فعلا خصني نحترم يعني الجدول السن ديال كل طفل، امتى خصني نبدا نعطي اللقاحات، ولا انا مثلا كاب خايف على صحه ولدي نبدا نعطي قبل هو تخاف على صحه ولدك هذا معقول، ولكن تخاف وتكون عندك معلومه مغلوطه هذا خيب. لحقاش يفوت الوقت بالنسبه الى سولتي على العمر، هذا سؤال وجيه معقول، ولكن مثلا بالنسبه للفاريسيل تدار من بعد غير توصل الدري عام تدار ملي كيوصل عام. وليد عنده 3 سنين، عنده 3 سنين خصو يديرها. ودابا تنعرفوا بانه وعنده الزهر انه ما جاتوش الحمد لله، ما جاتوش قبل بشويكه قبل باسكو فاش تجي سي اون مالادي مرض اللي هو اميونيزون، دونك الا جاك المرض ما تديرش الجلبه بحال بوحمرون مثلا فات الحال ياك، اذا ولا بوصفير. اذا هنا اللي تنقولوا الناس انه ما خصوش ياخذ معلومات مغلوطه من عند الناس الاخرين، حقاش كاين واحد الناس اللي ضد التلقيح، وهاد الناس اللي ضد التلقيح تيغلطوا الناس، وحنا الدور ديالنا كاطباء ديال الاطفال هو نفسروا الناس المزايا ديال التلقيح ونعطيوهم المعلومات الكافيه العلميه باش نطمئنوهم بانه التلقيح ما فيه حتى شي مشكل. شكون غيكون هذا ضد التلقيح؟ لا اللي كاين حنا الحمد لله في المغرب ما عندناش هذا الشيء، ولكن في الدول بحال فرنسا بحال هذاك، وبحكم انه دابا ولات البارابول ولا الناس تيشوفوا. نعطيك انا مثلا حاجه، قالوا بانه جوج ديال الوليدات ماتوا جراء التلقيح ديال ضد الاسهال. سولنا على هذاك السيد اللي مكلف في فرنسا البروفيسور كوهن، هادوك واحد دار لقاح فوت العمر ديالو استادير من بعد 6 شهور،
والاخر ما مشى ما واخا كان عنده الوجع وداكشي ما داوش الوليد للطبيب دونك ما عنده حتى علاقه بالتلقيح اذا خمس سنين الحمد لله انا باقا ما جاش بشويكه يدارك الوقت ثلاث سنين خصو يمشي غير يمشي للطبيب غادي ناخذ مكالمه اخرى جديده الو السلام عليكم صباح النور مرحبا لاله مرحبا بك الله يخليك نهضر مع الدكتور تفضلي دكتور كيسمك مرحبا بخير دكتور صباح الخير لاله كان عندي بنيه دابا في شهر 10 دير 4 سنين نورمالمون كملت لي فاكسان كلهم عند بريفي وني المشكل اللي عندي انا فما كنسول على الفاريسيل كيقول لي ما كايناش لا كاينه كنسيست وكنقولها وكنعاودها فما كنمشي تيقول لي ما كايناش مادام كان هذا مشكل باسكو ما كانش وحنا هنا كان التدخل وتنشكروا من هذا المنبر ديال السيد وزير الصحه اللي عطى الشركه اخرى باش تدخل هذا اللقاح والحمد لله حنا تنعرفوا بانه كاين واحد النعمه نعم بها الله على الناس وهي لا كونكورونس وهاد لا كونكورونس هي اللي جعلت انه فاش دخل هذاك داك المصنع الاول عاود حتى هو جاب اذا دابا اللقاحات بجوج كاينين واختاري اللي بغيتي اختار اللي بغيتي الحمد لله دابا عيط للطبيب انا نقول ليه اييه قول لي راه بغيت وغتمشي تاخذي من عند الفارماسي وتمشي ديري اللقاح ديالك مرحبا لاله مرحبا ايوا صباحك مبروك لاله شكرا لك شكرا لك ناخذ ديما مكالمات المستمعين على ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا سيدي صباح الخير. صباح الخير الحمد لله يكفيك. الله يخليك الدكتور بغيت نسول واحد خارج على الموضوع شويه ولكن عندي واحد الدرين اللي تقريبا معوش شويه هو ما نقادش وما خليتش حلول اللي درتها معاه بتات ما بغاش يتقاد ما بغى يقرا ما بغى يدير حتى شي حاجه ولكن ملي خدمت معاه العنف بزاف استقم شويه. ملي عملتي مع العنف استقم شويه. هذا مهم هذه القضيه هذه. دكتور اش ظهر لك انت كطبيب اطفال دابا حاليا غادي هو تقريبا واحد 50% شحال العمر ديالو عمره من 15 عام وانا معاه دابا حاليا 50% دابا عاد شي شويه 50% رجع مزيان 50% واذا راك وليتي مكلف به بزاف راه تيضر لي هذا هو اللي جعل انه الوليد لا هذا هو اكثر من العنف لو فيت انك تكلفتي به هو اللي جعلو انه يزيد وتتعرف بانه هذا العمر اللي عطيتي عمر شويه واعر وتيخص بحال حنا بحال انت معاونك والديك خصك تعاون وطلب الله وهذا شعبان ورمضان انه ربي يهديك حيك انك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا الشيء هو اللي كاين حيك دابا التربيه ديال الوليدات مع هذا الشيء دابا كاع اللي ولا صعيب شويه الحال اذا دابا شرتي لواحد القضيه اللي مهمه انك معاه حنا تنعرفوا بانه القضيه فيها شويه ديال زيار وطلاق والمهم انه تراقبوا وانه الا كنتي محتاج الاعانه تتعرف بانه كاينين بيدوبسيكياتر اللي غادي يقدروا يعاونوك ولكن في الغالب ديال الاحيان راه تنعرفوا بانه الاباء تيستطعوا كما استطعتي انت باش توصل الا كان باقي خاصك انت وصلتي ل 50% باقي خاصك شويه راه غير الوسيله حنا ما متفقينش دكتور عفيف يعني الوسيله ديال العقاب لا 15 عام لا ادرب الصحبه ديالي داكشي علاش قلت لي انا بانه لو فيت انه بقى معاه بزاف هو اللي جعلوا انه يفهم ولده يتقرب منه اكثر من حنا غادي نمشيو دائما على صفحتنا الرسميه كان بزاف ديال الاسئله دكتور عفيف تتقول لك هذه اسماء الله يخليك دكتور شنو هما يعني التلقيحات اللي كيداروا مجانين التلقيحات اللي تيداروا مجانيا انا نسردهم عليها كاين اولا بوسفير من نوع بي تنهضروا احنا بادين من الاول وكاين معاه لا بوليو هذا ملي كيتزاد وليد كيبقى ياخذ ونقاطي ياك وكاين من بعد الجلبه اللي تنقولوا حنا ديال السل هي باش تمشي تقيد في سميتو الحاله المدنيه من بعد كاين جلبه اللي فيها ديال الاسهال الروتافيروس وكاين فيها الهباتيت الثانيه دونك بلا ما نبقاو نعاودو الثانيه وداك الشيء تنعاودو غير اش اللي الامراض اللي تيداروا دونك كاين الروتافيروس كاين الشلل وكاين لا ديفتري الكزاز والتيتانوس وكاين
ديال اللي تنقولوا حنا بالمفهوم العام ديال المينينجيتا ايموفيلوس، دونك هادو تيداروا وتيدار معاهم ديال البنوموكوك، ديال البنو هادو اللي هضرت عليهم بخمسة تيداروا شهرين ثلاث شهور اربع شهور، وديال البنوموكوك مثلا تيدار شهرين وتيدار في اربع شهور. من بعد من بعد كاين في تسع شهور ديال بوحمرون، حنا تنهضروا على الدوله ديال بوحمرون وديال الريبيول، وهنا الدوله راه دير ثاني واحد الجهد والدخل ديال اللي تنقولوا ديال الودنين لي زوريون باش يولي يدار. هادي مهمه بزاف، هادي مهمه. وتدار تروازيام دوز ديال ليباتيت بي، من بعد تيديروا في العام لا تروازيام دوز ديال البنوموكوك، البنوموكوك اللي يقدر يعطي دي مينينجيتا بنوموكوك، دونك صعيب. من بعد تيدار ديال عام ونص، و دوزيام دوز ديال لا روجول وديال لا روبيول، ومن بعد تنمشيو الخمس سنين. دونك هادو هما اللقاحات اللي المهمين الاساسيين اللي كيداروا المجان في ديال الدوله. ديال الدوله غنمشيو عند اسماء ام اكرم، تتقول لك الله يخليك دكتور، انا بنتي في عمرها دابا كملت العام ومازال ما درتلاش الجلبه ديال العام، واش ما نخافش الى فات الوقت بشويه؟ هذه كنعرفوها عند الامهات تنساو ربما داك الكارني ديال كان سنتي تم فوقاش الدوله. الى فات الوقت بشويه ما كاين مشكل، ما حد ما جاش داك المرض بحال لا تتلعب سويرتي، ما حد ما جاش المرض ما كاين حتى مشكل، ولكن نيخص الواحد الثاني ما ينساش ويهمل ما يهملش. واخا غادي نمشيو سنوضه معنا مكالمات المستمعين اولياء الامور في موضوع حلقتنا ديال اليوم، تلقيح مع الدكتور عفيفي مولاي سعيد اخصائي طب اطفال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام لاله، صباح الخير. كي معك غيتا من كازا، كي دايره بخير؟ لاله غيتا مرحبا بك، تفضلي. لاباس بخير الحمد لله، كلشي لاله. واخد الفاكسين ولدي موم عندي دابا 7 سنين و5 شهور ومهم كان مرض ليا شي 3 سنين دابا بزاف، كان كيكحب بزاف. قالت لي الدكتوره دارت لي واحد لو تيست على على الفاكسين ديال البي سي جي، قالت لي راه ما مستفدتش منها خاصك تعاوديها لي. كيفاش ما مستفدتش؟ سولت عند طبيبه اخرى قال لي ما كتعاودش، دابا ما عاودتش لي، ومؤخرا جاو لي زوغينيو وما دايرش لي بريوريكس ديال الار او اف، ودابا قالت لي صافي ما خصك ديرها لي. قالت لي دابا حتى شهر 6 وجي غديري لي افاكسيون. بغيت نسول واش هاد ديال الار او اف خصني نديرها لي؟ لا اولا كما قال لك الطبيب دابا حيت خصك تعرفي انه هذا الشيء ديال الجلبات يكونوا تعليمات علميه. اذا الفاكسان اللي هضرتي عليه ديال السل تنديروه في الشهر الاول، والفاكسان ديال السل مع الاسف ما تيحميش من مرض السل، ولكن يتيحمي من المرض الفتاك ديال السل، سيتادير ليستر لاميليير توبيركيروز، وتيحمي من لامينانجيت ديال السل. إذن إلى هذا الدار مزيان وما تنعودوش باش تكون البي سي جي. هذه البي سي جي انا حيت ديجا دايرها لي. فوالا كيفاش ما شدتش؟ لا ما كاينش، ما فهمتي انا هذه النقطه هذه ما فهمتهاش. لا كنا قبل تنديروا البي سي جي، ومن بعد تنديروا داك لا تيبركولين باش نشوفوا واش كاينه اون رياكسيون، هي هذه اللي تنقولوا بالدارجه شدات. ولكن دابا دير التيبركولين كانت ولا ما كانتش ما كاين مشكل، انت تتكون مهمه ديك لو تيست ديال لا تيبركولين الا كان شي واحد في العائله مريض بالسل باش تعرف واش تعادى. ولكن مثلا نكتفيوش غير بلا تيبركولين، تنديروا لا راديو، تنديروا بزاف ديال ابري بزاف ديال الحوايج باش نشوفوا واش هاد الولد مصاب تعادى من عند الفرد من العائله اللي فيه السل ولا ما تعاداش. اذا هنا كاين واحد الميساج اللي خصنا ندوزو مهم، بانه السل متفشي بزاف في المغرب ياك، وبانه المهم انه اذا كان شي واحد مريض، حيت حنا عندنا القاعده خايبه انه واخا الواحد تيكون مريض ما تيبغيش يعتزل على الاخرين. اذا الا كان الواحد مريض خصو يعتزل ريتاما، باسكو فاش يدير الدواء تيدوز واحد المده ما تيبقاش معدي. طيب هذا سؤال كذلك ديال سعيد امينين، تيقول لك واش كاين تلقيح تيبدا دكتور عفيفي من سن معين يعني من الصغر، ولا مثلا الا ما خديناه لوش الدري من الصغر يقدر يداركو في
سن معين. هذا مهم، وهذا شابيتر مهم ديال التلقيح هو لو راتراباج فاكسين. اذا يمكن يكون تدارك، وكاين الجدول مقاد ديال التدارك، من غير انه نعطيو مثلا بعض الحالات، مثلا اذا عندنا وليد عنده 6 شهور وما دارش اللقاح ديال الاسهال مثلا، ما يمكنناش نديروه حيت تنعرفوا بانه ما خصناش نديروه فاش تفوت 6 شهور. اذا كاين بعض اللقاحات اللي تفوت وكاين الوقت ديالهم ما تيداروش لحقاش فات داك الوقت اللي تيكون فيه المرض كثير. هذه لبنى دائما على صفحتنا في الفيسبوك، مشكورين بزاف كل اولياء الامور والامهات اللي كياخذوا وقتهم صراحه وتكتبوا لنا المساجات واسئله جد مهمه تنحاولوا بها دائما نور وراي المستمعين اولياء الامور اللي كيسمعونا. هذه لبنى دكتور تتسولك تتقول لك الله يخليك، التلقيح المجاني ما كيدير والو، وانا دايرهم لولادي، واحد فيهم جاتو بوشويكه واعره بزاف ودابا عنده 5 سنين، اش من تلقيح ينفعو في هاد السن؟ وشكرا. دابا هي عطات واحد القضيه ديال قالت التلقيح المجاني ما تيدير والو، اذا ماشي هو هذا التلقيح المجاني تيدير. ومهم هو اللي جعل اننا كما قلنا نتفادوا بزاف ديال الامراض، ولكن خصنا غير نعرفوا راه كان واحد السؤال اللي صدرنا فيه اللقاحات بانه بوشويكه ما كاينش التلقيح المجاني، واذا هذا تتجي هذه تتمنى هادشي اللي قالت اللي قلتي، هو انه قالت لك جاتو بوشويكه وكرفصاتو بزاف، اذا هنا اش فاش تجي مثلا واحد المرض تيكرسك خصك تسول طبيب ديال الاطفال ديالك المعالج اشنو هما اللقاحات اللي تقدر دير. مثلا هذا اللي دوينا عليه ديال المننجيت اسي دبليو 135، مثلا اللقاح ديال بوصفير من نوع ا، اذا هاد اللقاحات خصها تمشي عند الطبيب ديالها، راه ما كاينينش في المجان، وديرهم عند الطبيب المعالج الاطفال ديال المعالج. حنا ديما راه الاشاره مستمعاتي مستمعينا لكم اللي حابين نتواصل معنا في موضوع حلقتنا ديال اليوم، فقره اش خبر الوليدات، كنتحثوا على الاهميه ديال التلقيح والدور ديالها في حمايه وليداتنا من الامراض الفتاكه على ارقامنا ديما المعتاده 05 22 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. كيف ما ممكن كذلك تفاعلوا معنا عن طريق الفيسبوك صفحتنا الرسميه لاذاعتكم ام اف ام غاديو ام اف ام اوفيسيال، او كذلك من خلال مجله لاله فاطمه، مرحبا بكل تعليقات ديالكم او اللي كتبنا عن طريق الانترنت، مشكورين بزاف خصوصا جاليتنا فين ما كانوا اللي كتواصلوا مع اذاعه ام اف ام غاديو ام اف ام بوما او لاله فاطمه بوانيت، شكرا لكم بزاف من صميم القلب على كل المساجات ديالكم الرائعه. بحضور الدكتور عفيف مولاي سعيد اخصائي الطب اطفال، فاصل اشاري قصير ومن بعد راجعين غادي نعطيو الخلاصه واهم النصائح الذهبيه اللي غتبقى راسخه في قلوب كلنا وعقلنا لوليداتنا، شنو هي اهم التلقيحات، شنو خصنا نديرو، شنو خصنا نداركو بعد الفاصل الاشاري. طيب رجعنا معكم مستمعاتي مستمعينا اوفياء اذاعه ام اف ام وبرنامج لاله فاطمه، البرنامج الصباحي الاسري اللي ترافقكم كل صباح دائما على امواج اذاعه كل مغاربه اذاعه ام اف ام. اليوم كنناقشوا موضوع التلقيح والاهميه ديالو بحضور دكتور عفيفي مولاي سعيد اللي هو اخصائي طب اطفال. دكتور عفيفي الى تكرمتي غتعطينا نصائح ذهبيه، صحيح ان الوقت يمر بسرعه، صحيح ان بزاف ديال المكالمات كتنتظر، صحيح بزاف ديال التعليقات والمساجات، هذا ما هو الا دليل على اهميه الموضوع. الناس بزاف عندهم تخوف، عندهم عطش، عندهم عدم معرفه، ربما بزاف الناس ما عارفين شيء، هذا هو الدور ديال الاعلام كيف ما قلت ودور ديال الاذاعه ام اف ام الحمد لله توعي هاد الاولياء الامور. شنو نقدروا نقولوا نصائح ذهبيه باش تبقى اولياء الامور يتفكروها؟ النصائح الذهبيه كما اشرتي لي، اولا بانه تلقيح مهم ومهم جدا، هذه النصيحه الاولى. ثانيا بانه الدوله والحكومه ديال صاحب الجلاله تقوم بواحد المجهود كبير في اطار كما قلنا الدستور الحق في الصحه للجميع، وحنا عندنا دابا واحد البرنامج ديال التلقيح اللي تضاهي الدول الكبرى رغم الامكانيات القليله ديالنا، هذه حتى هي مهمه. ثالثا كاينين اللقاحات اللي كاينين في القطاع الخاص واللي هما مهمين بالنسبه للفرد، لحقاش كما شارت ليه الاخت جاتو بوشويكه وتكرفصات عليه، اذا خصها تعرف بانه كاين لقاح ضد
بوشويكه كاين في القطاع الخاص دونك يمكن لها تشوف الطبيب الخاص ديال الاطفال ديالها اللي تيعالج كل واحد عنده الطبيب الخاص ديالو المعالج. كاين لقاح ديال البوسفير من نوع ا هو ما تيدارش عند المجان. كاين هذا ديال المينانجيت اللي قلنا ديال الودينات كذلك تا هو مهم. كاين ديال لي زوريون راه مهم وما تيدارش. اش من سن تيدان اش مثلا من عام من عام تيقدر يديرو وفي جوج. وكاين ديال سرطان عنق الرحم بالنسبه للبنيتات وهذا هادو كاع هاد اللقاحات مهمين بالنسبه للفرد. وهنا كل اب ولا كل ام ما تيتحمل المسؤوليه ديالو. هانتي دابا الاخت قالت لك جاتو بشويكه وتكرفصات عليه وداك الشيء. اذا الواحد فاش يجرب ولا تيشوف شي واحد من العائله وقع عليه داك الشيء راه تيكون متحمس باش يدير داك اللقاح. صح. ولا مثلا ديال لي زوريون تنعرفوا لو ريسك ديالهم على العقد واش هاد العذاب واش هاد المشاكل واش تيكون متحمس. اذا هذا هو المهم. كما شرتي ليه في التقديم ديالك هنا الدور مهم ديال الاعلام. وهنا خاص مثلا الى شتي شوف انتم اللي عارفين الى كان خاص مثلا تزاد حصه اخرى باش الناس يزيدوا يتوعوا يمكن دار من بعد حصه اخرى باش يتوعوا. وهنا ما يمكن عين نشكروا ماشي كان دايز معاك ولكن ما يمكن عين نشكروا الاذاعات اللي تيختاروا هاد المواضع اللي تتهم الناس بزاف. ما خصناش نتذكروا على شي حاجه اللي عند واحد ولا جوج خصنا نتذكروا على شي حاجه تتهم الناس تهم المواطن كله لان صحتنا كيف ما قلتي صحتنا حكايه الجميع. هذا هو المهم. ماشي غريب عليك دكتور عفيف على الكرم ديالك صراحه لما تحدثنا على هذا الموضوع قلتي لي ما كاين حتى مشكل على الراس والعين ولما يقدر كاع نطلبوك حصه ثانيه فانت ما تبخلش علينا ولا اوفي اذا مثلا وعندك الجزاء وعندك الاجر في هذا الشيء كامل. لما كاين مشكل والناس راه عندهم اللي تنقولوا الناس الله يخليكم عندكم اطباء ديال القطاع الخاص ديالكم ديال الاطفال سولوهم هما راه رن اشارتكم باش وما تبقاوش تسمعوا الهضره الخاويه. يلفو ميو الواحد يتكلم مع الطبيب ديال الطبيب المعالج ديالو ديال وليداتو ديال القطاع الخاص ديال الاطفال. كنشكرك كثير دكتور عفيفي مولاي سعيد على كل هذا الكلام الجميل اللي تحدثتي به هذا الصباح في موضوع اللي كيهمنا كاملين كيهم وليداتنا. الاخر استفد معنا اليوم صح عنده جوج وليدات حتى هو استفد معنا. الميكرو ديال الشيف ديالنا. صباح النور شيف خالد. صباح النور مرحبا بك. فانت اب اول مره كتسمع بان فعلا كاين لقاح ديال 11 سنه ديال عنق الرحم سرطان عنق الرحم. صح. اذا دونك ما جيتش لا ما جاش جيت في دوفونير كما تيقولوا. مشكور كثير دكتور عفيفي فعلا على هذا اللقاء الجميل. انتم مستمعاتي مستمعينا كنشكركم على وفائكم على محبتكم لمتابعه حلقات لاله فاطمه لان ما فيها غير متعه ما فيها الا افاده وما فيها كل جديد من المواضيع اللي كتهمنا احنا كاملين كمغاربه.